اسلام، انا عايزه اسال، يعني اكيد ان حضرتك وبتجوز اتنين اكيد بيبقى عندك شويه نصايح بتقولها لهم وبيدركوها في اللحظه دي، نصايح خاصه بيك انت في غير اجمل منك تقولي راعي رب العباد في بنت الناس وراعي رب العباد في ابن الناس؟ هتقولي ايه اكتر من كده؟ تقول كان التعليم من الام زمان بخلاف دلوقتي، انا اسف يا استاذ منى، لا علاقة لي بالمدينة، أنا بتكلم على القرية. هل النهاردة بقى موجود في القرية اللي بتعلم بنتها كيفية الخبيز إن هي تقعد قدام الفرن تبقى ست بيت يعني؟ تبقى ست بيت؟ أنا آسف، ما بقاش، لأن الفول أوتوماتيك بقت موجودة، الريموت في إيديها، أنا آسف ده بتيجي أنت يعني أنا تعبانة يا ماما، إيه يا بنتي؟ أصل أنا كنت بغسل النهاردة، ده أنت حطيت الغسيل والبرنامج، إنما ما شفتيش ماما زمان وهي قاعده بتغسل الغسيل على والله لو ساعته يجيب مش ولا مشكله، ولا السجاد في العيد مش مختلف. بصي انا مش انا مش ولا السجاد في العيد مثلا ويجيب لها خادم كمان عادي جدا، انا مش مختلف معاكي قدره واستطاعته ان انت على قد حالك مزبوط. ازاي تغسل على ديها؟ ده انا لازم فول اوتوماتيك. احنا بنبص النهارده لحالات غريبه، كلمه سيبيه وهجوزك ست سيدو، 20 عربيه بيودوا العفش، وعربيه واحده جايبه العفش قدام اسم الشرطه. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ليه ما بقاش في استحمل يا بنتي؟ خلي بالك من مراتك، ما عندناش بنات ترجع. ما انا لما اجي اجوز ابني زي اختك، اللي ترضى على اختك بس ترضى كده على بنتي. هو ده كده، هو ده عشان نكيل بنتي. ماليش تدخل اقسم بالله، ولا بناتي، انا مالي تدخل في قلب بيت واحده فيهم؟ انا مالي، ده بتدرى مني في جوزها. بس جوزتها واحد محترم وليه كبير وليه اسره. هو مش ربنا قال اذا جاء حضره النبي قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا وقال تخيروا لمنطفكم فان العرق دساس. ابص الاقي بكالوريوس ولا ماجستير وتتجوز دبلوم، فين التكافؤ؟ التكافؤ. يبقى احنا من بدايتها ان ما حطيناش النقط على الحروف مش هنعرف نقرا الكلمه. صحيح. جملة تقوليها للبنت في الصعيد تنصحيها بها من هنا من برنامج ستة بتاعك؟ يا ريت في برامج بتكون برامج تلفزيونية بتكون للتوعية، هي سبب خراب البيوت لأن بتختلف من مكان لمكان، بتختلف من زمان لزمان. أنا ليا تجربة مثلا اجتماعية، ما ينفعش التجربة بتاعتي أطبقها على كل الناس، تنطبق على المدينة على الأرياف، الظروف بتختلف من مكان لمكان ومن أسرة لأسرة، ففي برامج بتكون سبب في يعني خراب البيوت. ناس مش متخصصة طبعا، بتكون ناس مش متخصصة أو مش بتستضيف يعني متخصصين بالظبط، أو بيكونوا إعلاميين. احنا مستعينين بيكوا النهاردة، أو بيكونوا إعلاميين مثلا، أنا آسف يعني ما مروش بالتجربة الاجتماعية دي ولا اتجوزوا أصلا، وبيدوا نصايح للمتجوزين وحاجات زي كده بنشوفها دلوقتي في فساد الأسرة المصرية. بالظبط كده، يعني في حاجات غريبة فعلا على السوشيال ميديا.